والملك يحب شعبه والمقدسات الوطنية خط أحمر. وهادشي ما كيزيدنا إلا الإصرار على النجاح. المغاربة كيحترموا الدول الصديقة والشقيقة اللي كتوقف بجانب المغرب وكتساند القضية الوطنية العادلة. ونحن لا نقبل بازدواجية المواقف. من فضلكم نحن لا نقبل بازدواجية المواقف. المغاربة حطوا ردود فعل التونسية الرافضة والمدينة للسقف الدبلوماسية. التوانسة أصحابنا أشقائنا عايشين في بلادهم، وعدد من المغاربة عايشين في تونس. نتمنوا بلادهم تحافظ على الاستقلالية ديالها.